الحاجة ياسمين الحصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، ودوما نلتقي بكم في مناسبات سعيدة على الأمة الإسلامية كلها، خاصة ونحن نتحدث عن خير الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا طبعا يعني مستمتعة بحديث حضرتك يا دكتور، فعلا جزاك الله خيرا لهذه المعاهدة لما استحضر بيها يعني عزة هذه الأمة من عزة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كل معاني المعية والاصطفاء كان لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني كما بيصطفي الأوقات والزمان، نعم نعم، الحيوان والإنسان، فاصطفاء سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام اصطفاء يشرف لنا الأمة، نعم، اصطفاء يعني سبحان الله. الإنسان يعني يحتار و و و و ويطوف كده بهذه المعاني الطيبة، فيجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصطفى اللي اصطفاه ربه، نعم، جل جلاله. فيعني يكفينا انه انفرد باشياء يعني كفعلا نشرف بها في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه يشفع لكل العالم، مش يعني رحمه للعالمين، نعم، سبحان الله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يعني فعلا كما ذكر انا سيد ولد ادم، نعم، يعني صدق الاصطفاء، وهذا ان اسمه مقرون بكرسي العرش، نعم، كم نعم ترد لنا. ولكن دعيني اسال حضرتك الحاجه ياسمين، خلق النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا مكانته وعظيم مكانته، واسال يعني حضرتك، هل هناك موقف من المواقف التي قرأتيها عن خلق النبي في تعامله مع زوجاتك وأثر هذا الموقف في مسيرة حياتك؟ والله أنا يعني لو تأذن لي تفضلي وأقول لحضرتك إن فعلا الوالد رحمة الله عليه كان أعطى لكل أولاده الصورة النورانية الجميلة، تربينا على صفات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، وتعايشنا مع هذا الخلق الكريم على من رباه رب العزة. فسبحان الله، مش بس موقف تعامل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أو مع المرأة، ولكن تعامله مع كل خلق الله، مع الحجر والشجر والحيوان وأنا سمعت يعني من قبل أن حضرتك يعني تحبين السيدة أم المؤمنين خديجة يعني حبا ليس له مثيل. سبحان الله، سبحان الله، يعني وكان ستنا خديجة دي لو 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 يعني الإنسان يسمح لي العمر كله يعني عشان يشوف هذه الأم العطوف الحنينة الرحيمة والعقل الكبير اللي يعني سبحان الله اللي تحملت مع، نعم، سيدي رسول الله لما قال عليك قولا ثقيلا، نعم، يعني كان استحضار لهذه الشخصية العظيمة عشان تحمل مع سيدنا رسول الله أن هذه الرسالة، وأول من نطق في الكون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فطبعا دي ستنا خديجة دي رضي الله عنه وأرضاها، نعم، يعني من منطلق نسوي، ونحن نتحدث عن خلق النبي وتعامله مع زوجاته يعني بمفهوم المخالفة، لو هناك وصية أحبت السيدة الكريمة السيدة الفاضلة السيدة ياسمين الحصري أن توجهها إلى الزوجات، يعني ماذا ستقولين لزوجات هذا الزمان؟ أنا أقول أولا، أنا أهديها للأزواج أولا، يعني شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غارت ستنا عائشة عندما كان متواجد مع أحد أمهات المؤمنين، نعم، سبحان الله، والصفحة اللي يعني من غيرتها كسرتها، نعم، أشك الرد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل الفصل ده مع أي من رجالنا المعاصرين. هذا بالنسبة للأزواج، ماذا بالنسبة للزوجات؟ بالنسبة للزوجات يعني نتمثل كده أولا ستنا خديجة، إزاي صبرت وإزاي تحملت وإزاي أحبت سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كانت الأم وكانت الزوجة وكانت الأخت وكانت المدد، يعني حتى سبحان الله لما يعني مالها ووقتها وحياتها كلها وخبرتها وعقلها، وإزاي سبحان الله لما برضو استعانت بابن عمها سبحان الله أول ما نزل الوحي عشان تسترشد برأيه. فيعني عايزين نتمثل وكانت كريمة بمالها ومعنوياتها وإيمانها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبرها الجميل. نعم سبحان الله. فطبعا ده نموذج حي قدامنا، عشان كذا ربنا كرمها سبحان الله. نعم نعم، وبعث لها سلاما من علياء السماء. أيوة نعم. وربها كمان عليه. نعم نعم. الحاجة ياسمين، يعني سؤال سألته من قبل وأسأله لحضرتك، يعني ماذا لو رأيت رسول الله؟ يا الله يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ستقولين له؟ الحاجة ياسمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة ياسمين الحصري، شكر الله لكم ونفع الله بكم.